مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في فقرة الأخبار على قناتكم بي إن ماروك. مصالح فرنسا في الجزائر تمنع باريس من الاعتراف بمغربية الصحراء. تسعى باريس إلى الحفاظ على حلفائها في شمال إفريقيا دون أن تثير غضب أي طرف من الأطراف، وهو ما يفسر تأخر السلطات الفرنسية في الاعتراف بمغربية الصحراء، فهي لا تريد أن تخلق قطيعة على مستوى علاقاتها مع الجزائر، كما لا تقدر على المغامرة بحليفها الاستراتيجي الرباط في لعبة التحالفات المعقدة. ومنذ الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء ما زال الصمت هو سيد الموقف في المشهد الباريسي، بحيث تفاعلت السلطات الفرنسية مع الخطوة الأمريكية التاريخية بشكل محتشم، معلنة دعمها لمقترح الحكم الذاتي كآلية سياسية قد تفضي إلى حل تحت السيادة المغربية، بينما تنتظر الرباط إشارة قوية من باريس خاصة فيما يتعلق بالوحدة الوطنية. ويرى المحلل السياسي مصطفى الطوسة أنه منذ الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء وجدت فرنسا مثل العديد من الدول الأوروبية نفسها على تناقض وتضارب مع المغرب، كما لو هبطت إلى موقف أقل ملائمة مع الوضع السياسي الجديد. وأبرز المحلل المقيم في فرنسا أن باريس منذ بداية اقتراحها أيدت بشدة خطة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب باعتبارها السبيل الوحيد للخروج من أزمة هذا الصراع، بل إن دبلوماسيتها قامت بحملات نشطة في العديد من المحافل الدولية للتأكيد على أهميتها والدفاع عن قدرتها على البقاء. وقال طوسى إن المواقف الفرنسية المتخذة على المستويين الأوروبي والأممي كانت تدعم العملية السياسية المغربية التي تتمثل في إيجاد حل يتم التوافض عليه تحت السيادة المغربية لصراع إقليمي يعود إلى أكثر من 4 عقود، مبرزا أن المشروع الفرنسي الذي تريده المملكة المغربية بشدة ما زال بعيدا ويواجه العديد من العقوبات والكوابح المتعددة. وكان وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة أطلق دعوة للخروج من المنطقة الرمادية المريحة التي كانت تنتظر لسنوات عملية الأمم المتحدة، موردا يجب أن تكون أوروبا في ديناميكيات دولية، يجب أن يتحدى الموقف الأمريكي أوروبا بشأن درجة التزامها، بحيث يكون هذا الاتجاه الذي يسلكه المجتمع الدولي وهو حل الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. وقال طوسى إن هذه الرسالة موجهة بشكل أساسي إلى عاصمتين قريبتين من الجغرافيا والتاريخ مدريد وباريس وما وراءهما إلى كامل الحكم الأوروبي، مبرزا أنه منذ أن اعترفت واشنطن بالطابع المغربي للصحراء ظهر الموقف الفرنسي فجأة متخلفا كثيرا في هذا الصراع، إلى درجة أن العديد من الأسئلة تثار من تلقاء نفسها: ما الذي قد يمنع الدبلوماسية الفرنسية من الاعتراف بمغربية الصحراء بطريقة مباشرة وكاملة وشاملة، مع العلم أنها من ناحية تدعم بشكل علني الخطة المغربية للحكم الذاتي، ومن ناحية أخرى عقيدتها الدبلوماسية لا تؤمن بأي نجاح محتمل للقضية الانفصالية. وبالنسبة للكوابح التي تعرقل تطور الموقف الفرنسي من الصحراء المغربية، يقول الطوسة هي موجودة في جانب علاقتها الغامضة والإشكالية مع الجزائر. عن حق أو خطأ، يعتقد قصر الإليزي أن الاعتراف الفرنسي بالطابع المغربي للصحراء كما فعلته الإدارة الأمريكية سوف ينظر إليه من قبل النظام الجزائري على أنه إعلان حقيقي للحرب والقطيعة،
وزاد المتحدث ذاته: فرنسا كانت مقيدة دائما في تعبيرها عن قضايا الجزائر والصراعات المرتبطة بها، سواء كان الأمر يتعلق بالتعليق على العشرية السوداء أو الحراك الجزائري أو الوضع السياسي الداخلي في البلاد أو حتى تمويل الانفصال ضد المغرب الذي كان دائما من أولويات الأجندة الدبلوماسية الجزائرية. وأورد المحلل أن الدبلوماسية الفرنسية لا تشعر بأنه مسموح لها بالتعبير عن نفسها بحرية كما لو كان الأمر يتعلق بأي بلد آخر. وزاد: ما زلت العلاقة الجزائرية الفرنسية الخاصة للغاية والقاسية للغاية تلقي بثقلها على مساحة فرنسا للمناورة فيما يتعلق بالجزائر. على فرنسا أن تتجاوز كل هذه القيود النفسية والسياسية فيما يتعلق بالجزائر وأن تتخذ قرارات تتفق مع رؤيتها للسلام والازدهار في منطقة شمال إفريقيا. يقول الطوسة مضيفا أن أزمة البوليزاريو هي أزمة مفتعلة يستعملها النظام الجزائري بشكل مصطنع لخدمة أجندة لا تعطي الأولوية لاستقرار ولا ازدهار المنطقة.